فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. مين يشرح صدرك يا دكتور عبد الناصر؟ بدري من عمرك. بدري من عمرك. بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بنرفض عليك يا دكتور ناصر. نعم يا عم الشيخ عبد الناصر. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
ربي ياتي النبي تتوصى بينا هنا يا دكتور واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد عليك كمان وكمان يا دكتور عبد الناصر الله اكبر انما المؤمنون اخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله يا رب واتقوا الله لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه الله أكبر وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان